انتل كور اي 5 اصدار العاشر 8 جيجا رام 256 جيجا بايت ذاكره تخزينيه، وحييهم على هذا الشيء لان 128 جيجا كبيس بسنه 2020 حق لابتوبات كلش ما له داعي، وهذا كله مع وزن اللابتوب اخف من كيلو. قاعد اتكلم عن الايسر سويفت 5. يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوعيكي. الأيسر سويفت 5 راح يكون جهاز الجديد من أيسر سويفت 5 اللي أوردي كان موجود بالسوق، بس هذا راح يكون خلينا نقول موديل 2019-2020 اللي راح يجيب لك تحسينات من ناحية المعالج. أول شيء مثل ما قلت لكم اللي راح يجيب لك 10th generation Intel Core Processor CPUs، واللي معاي هنا راح يكون الكور i5 8 رام 256 مثل ما ذكرت بأول فيديو. الحين راح يكون عندك أنت نوعين من الجرافيكس، راح يكون فيها Iris Plus أو راح يكون عندك حتى من Nvidia MX250 علشان يساعد من ناحية البروسيسور كابابيلتي اللي تحتاجها حق الجرافيكس بالذات حق الألعاب، أو إذا أنت تبي تسوي هم بعد تعديل على صور مع الأدوبي سويت على سبيل المثال، صدقني راح تحتاج تستثمر بالأمكس 250. الحين قبل ندش بتفاصيل زيادة عن شنو داخل اللابتوب، خلينا نتكلم عن شنو برا اللابتوب. الحين مبدئيا لما تيجي تمسك اللابتوب راح تستوعب إيش كثر هذا اللابتوب خفيف جد يقارن مع وزن تابلت، بس هنا أنت عندك لابتوب كامل مع مراوحة مع معالج ماله مع شاشته اللي تدعم اللمس. على فكرة حجمها 14 بوصة بدقة 1080p تدعم لك اللمس على هذا الحجم مع هذه الأبعاد، يعطيك PPI كافي وحدة كافية، وبنفس الوقت هم خلوا لك إياها أن هي تكون مات أو مطفية فما في انعكاسات تطلع عليها مثل ما أنتم شايفين بجميع الوضعيات اللي أنت راح تحرك فيها، بس كون أن هي IPS panel راح تلاحظ أنه مع زوايا الرؤية ممكن يكون في شيفت من ناحية تباين الألوان، وهذا شيء طبيعي مع البانلز اللي تكون IPS، بس ما يضر مع شاشة لابتوب نفس هذه كون أنه 99% من الوقت أنت راح تشوفه بالوي، وهذا شيء راح يعطيك ألوان وايد ممتازة من ناحية سطوع الشاشة ومن ناحية أصلاً الكالر باليت مالت الشاشة نفسها. الحين شغلة ثانية هم بعد استانست عليها أنها تدعم لك اللمس، هذا شيء مو مهم نهائياً يمكن بهذه الفئة من اللابتوبات، بس حلو أنك أنت تقدر تلمس الشغلة اللي تبيها إذا كنت ما تبي توصلها عن طريق التراك باد أو الكيبورد، أو إذا أنت كنت مركب ماوس على سبيل المثال أن الخيار هذا راح يكون موجود عندك. غير كذي الكيبورد نفسه واحد من اريح الكيبوردات على كمبيوترات الويندوز، انا يمكن ما استعمل وايد بس مؤخرا اللي انا عاده استعملهم تكون موجهه حق الالعاب، هذا اللابتوب الحين مو موجه حق الالعاب كثر ما هو موجه حق الانجازيه، الكيبورد ماله مناسب حق الطباعه بشكل طويل، وهم بعد الترافل ديستنس مالهم زين، ما تحتاج تضغط على الكيبورد اكثر من ضغطه علشان ياخذ منك الاوامر، التراك باد حجمه مناسب بس كنت اتمنى انه يكون مثلا اكبر من كذي، كان ممكن يغطي مساحه اكبر على واجهه اللابتوب نفسه. عندك انت البصمة موجودة هني مسحتها عشان تقدر انت تبطل، لان الكاميرا اللي موجودة هني 720p صدق انها هي زينة حق مثلا فيديو كونفرنسينج، بس ما راح تدعم لك ويندوز هلو، عشان اذا كنت بتعتمدها كميزة امان لما تبطل اللابتوب لازم تعتمد على البصمة او على البن واكيد الباسورد. الحين من ناحية الالعاب مثل ما قلت لك تحتاج تستثمر يمكن بالاغلى علشان تقدر تحصل جودة لعب مناسبة. الكمبيوتر اللي موجود معي للامانة كان يسوي دروب حق فريمات، ماكسيموم وصل وياه لتقريبا 30 الى 35 اطار من ناحية اللعب الفعلي، بس كان في فريزنج كان في تهنيق. اللعبه اللي قاعد تشوفونها انتم الحين هي هيلو 3 او دي اس تي، الريميك مالها مال الماستر تشيف كولكشن الموجوده على الاكس بوكس باس، تشتغل بشكل مناسب كون هي لعبه قديمه فما تحتاج يمكن جرافيكس وايد عالي، بس انا ما العب فورتنايت، انا ما العب ببجي، انا ما العب اوفر واتش عشان اقدر اعطيك لك هذه التجربه، بس ما اتوقع راح يكون مناسب الا اذا استثمرت بالكور اي 7 ام اكس 250، ذيك الساعه راح تحصل اداء افضل على الورق من ناحية الألعاب على هذا الجهاز، بس بالنهاية هذا الجهاز مو موجه للاعبين كثر ما هو موجه حق الناس اللي تبي إنجازية، وحسيت إنه وقت مناسب إن الواحد يتكلم عنه كون أنا أغلب المدارس حاليا راح تعتمد لك على التعليم من بعد، فهذا ممكن يكون خيار موفق حق طلاب وايد كثار انهم يستثمرون بهذا اللابتوب، كون ان سعره حلوه ال 500 دينار، قاعد اتكلم انت بحدود ال 1500 دولار 1400 دولار، يعتمد على العمله الموجوده عندك عشان تحصل مو بيس موديل الفئه العليا، البيس موديل نفس الموجود معي راح يكون ارخص بتقريبا هم بعد 100 او 200 دينار، فقاعد تحكي انت بحدود بحروه ال 500 او 600 دولار امريكي، يعتمد مره ثانيه مع فرق العمله اللي موجوده عندك عشان تقدر تحصل اللابتوب. الحين من الشغلات الثانيه اللي عجبتني بهذا اللابتوب اللي تخليه انا اشوفه بالنسبه لي متكامل بهذه الفئة السعرية هو أكيد الآي أوز اللي موجودة هنا أو المنافذ المتعددة اللي موجودة هنا. عندنا أول شيء منفذ ما 3.5 ملي مع USB Type A إصدار الثاني حسيت ليش هي موجودة، بس صار لي الظرف من قبل كم يوم استوعبت ليش هي موجودة، إن الوالد الله يذكره بالخير كان عنده فلاش درايف قديم
وكنت قاعد ادور على لابتوب قديم عشان نقدر احنا نشغل هذا الفلاش درايف، لان كل مره ركبه على فلاش درايف ما 3.0 قاعد يسوي له اوفرلود ومو قادر يفتح لي اياه، فلما حطيناه على هذا اللابتوب قدر يفتح لانه قاعد يعطي بالضبط الكرنت اللي هو يحتاجه عشان يشغل الفلاش درايف. شيء ثاني موجود عندنا هو التايب اي بجيل 3.1، وعندنا التايب سي ثاندر بولت تقدر تستعملها هم بعد عشان تشحن اللابتوب، وعندنا فول بورت اتش دي ام اي، ومره ثانيه عندنا منفذ حق الشاحن السريع اللي راح يكون اكيد موجود داخل العلبه مع الجهاز، اللي من تجربتي اللي اعطاني استخدام ل 30% من نسبه مات البطاريه خلال 38 دقيقه تقريبا. هذا شيء وايد ممتاز، حط بالك بطاريات اللابتوب وايد اكبر فيعتبر هذا نسبيا شاحن سريع. الحين عندك التلي سبيكرات موجوده من تحت، وهذا شيء سيء للاسف لما تحط اللابتوب على الطاوله او حتى لما تحطه بحضنك الصوت راح ينقمت، ما راح تحس لا بالبيس ولا بالوفر ولا شيء، والمراوح هم بعد من ناحيه التهويه راح تكون كلها موجوده من تحت، وهذا طابع متعودين عليه، بس هم بعد عندك انت مكان هنا حق انه هو يطلع لك هواء من تحت الشاشه. واستانست هم بعد على الحركه انه هو يرفع لك الكيبورد لما تيجي انت تبطل الشاشه، لان الهنج يدش من تحته علشان يعطيك ارغونومكس، او لما تيجي تبي تطبع والكيبورد يكون مرتفع بهذا الشكل من ناحيه اللي ممكن يعطيك راحه بشكل افضل. فككل عجبني اللابتوب، مو سيء. الشيء الوحيد اللي اقدر اقول لك انه نسبيا كنت اتمنى يكون افضل هو الملمس مال التصنيع ماله، ما اقول لك جوده التصنيع، اقول لك الملمس، لان الفينيشينج مال اللابتوب مناسب حق فئه السعريه. مره ثانيه تحس انه هو صلب، ما تحس انه راح ينكسر، ومع الخفه اللي هو موجود عليه راح تحس انه هو صلب بغض النظر عن الخفه اللي هو فيه. وهما يدعون ان استخدموا مغنيسيوم مع مواد ثانيه عشان يصنعوا لك الشاسي مال الجهاز، بس بالنهايه تحس انه هو بلاستيك. احنا انا ادري انه هم استعملوا اشياء اضافيه غير البلاستيك، بس الملمس اللي انا احس فيه هو بلاستيك. ممكن هذا الشيء يكون لك مزعج، او يمكن انت من الناس اللي راح تحطه بكفر وما راح تحس بهذا الشيء اصلا، ما يفرق وياك، لان الامانه غير هذا الشيء ما ظنيت راح ياثر على اي احد انه هو يتخذ قرار انه يستثمر بهذا اللابتوب مره ثانيه بالاوضاع اللي قاعد امر فيها دراسة عن بعد. هذا راح يكون خيار موفق حق الناس اللي تبي تنجز اكثر من اي شيء ثاني، حتى شغلات تبي تسويها بسيطة نفس تمنتج على الماشي بالكور اي 7 مع الام اكس 250 من شركة انفيديا، اكثر من الكور اي 5 مع الايرس بلس اللي موجود نفس على النسخة اللي موجودة عندي هني. فتوقع بس هذا كل ما يخص الايسر سويفت 5. تأكد انك تشوف الرابط اللي موجود تحت حق تفاصيل زيادة يمكن ما اتطرق لها بهذا الفيديو، وهم بعد تأكد انك تشاركنا رايك تحت، هل انت من ربع ايسر ولا لا؟ وبس سامحونا على طالق صور، سلامتكم، تعيشون. احمد بوعريكي، فما الله الكريم.